ابننا على موعد مع تفكيك خلية إرهابية تابعة لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. هذه الخلية الإرهابية عندها مجموعة من الخصوصيات والتفرد سواء على المستوى الأساليب الإرهابية أو حتى على مستوى المشاريع الإرهابية. فهذه الخلية هذه هي خلية واحدة عندها مجموعة من الأشخاص اللي تم التوقيف ديالهم في عدة مدن مغربية، ولكن عندهم ارتباطات عضوية وعقائدية وعلى مستوى الفكر التشبع بالفكر المتطرف. الخصوصية الأولى هي على مستوى الأساليب الإرهابية المعتمدة. فهذه الخلية هذه كانت تحاول إعادة إحياء الأسلوب الإرهابي المتمثل في العمليات الانتحارية، وهذا ظهر لنا بجلاء من خلال السترات الناسفة والأحزمة الناسفة والمعدات اللوجستيكية اللي كانوا كيحضروا لها. المعطى الثاني وهو أن هذه الخلية الإرهابية استطاعت أنها تقوم بتحضير وتجميع ومجموعة من المشتملات ولا المستحضرات الكيميائية اللي وبكميات هائلة، واللي هي اللي تبتات الخبرة التقنية على أنها قادرة على صنع أربع أنواع من المتفجرات والعبوات الناسفة. المعطى الثالث في هذا الأسلوب الإرهابي وهو مسألة الطنجرات الضغط المملوءة بالمسامير واللولوبات الحديدية، واللي هي تستعمل في صناعة العبوات الناسفة اللي يمكن تسخيرها عن بعد. إذا كنا أمام خلية إرهابية عندها أهداف، عندها أسلوب إرهابي متفرد، عنده ثلاث ديال الخصوصيات. المعطى الثاني على مستوى تسخير العنف لمواجهة عناصر التدخل السريع. كما لاحظتوا التدخل الأول على مستوى تفلت الشخص الموقوف أو المشتبه فيه الموقوف أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر التدخل السريع وقام بالاعتداء الجسدي على أحد العناصر، ولكن استعمال السلاح بطريقة احترازية وبطريقة تحذيرية بالإضافة إلى القنابل الصوتية والقنابل اللي كتطلق واحد الدخان كثيف لحجب الرؤية اللي مكنات من تحييد الخطر صادر عن هذا الشخص وتوقيفه، لأن احنا الرهان ديالنا هو أننا نوقفهم بدون أي خسائر، لأنه احنا من مصلحة المحققين أننا نستمع لهذه الأشخاص ونوصلوا إلى جميع المشروع الإرهابي اللي كيشتغلوا عليه. أي شخص ثاني اللي هو ما يسمى بين هلالتين الأمير المزعوم ديال هذه الخلية الإرهابية اللي تم توقيف دياله في مدينة تمرة، بدوره أبدى مقاومة عنيفة وحاول تفجير ديال نفسه باستعمال واحد القنينة غاز من الحجم الكبير موصولة بواحد الأداة ديال التلحيم. فالعناصر ديال التدخل السريع استعملوا الأسلحة بشكل تحذيري وقنابل صوتية، وبالإضافة إلى القنابل اللي كتطلق واحد اللي كتكون مواكبة بواحد الدخان كثيف باش نحجبوا عليه الرؤية ونحاولوا نحيدوا الخطر الصادر عنه، وفعلا تم التوقيف ديالو. إذا الآن نحن أمام مشروع إرهابي كان وشيك وكان قبيلة نقدر نقول ساعات من انتقال التنفيذ المادي للعمل الإرهابي، والدليل على ذلك وهو أنه اعترنا على مجموعة من السترات الناسفة اللي وصلت لمرحلة ديال التجميع باش تقوم بتنفيذ عمليات من طرف أشخاص مندورين للموت اللي هما اللي كيتسموا لي كاميكاز. وشكرا.